كل سنة وانتم طيبين. عارفين المقولة اللي بتقول يستفزونك لتخرج أسوأ ما فيك ثم يقولون لك هذا هو أنت؟ هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. مع كل ضحية هتيجي هنا هبقى متفق مع جوزها أو خطيبها وواحدة من صحباتها عشان أعمل فيها المقلب. بس المرة دي الموضوع مختلف خالص. لو عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل يبقى أهلا بيكم في برنامجكم الزفة. حلقاتك برجالاتك، رجلك برجل كل حياتك، حلقاتك شوفي إيه فاتك، بص تاني في ملفاتك، يا مأمنة للراجل خبر عاجل اللي بيبان غلبان، ده بيبقى طالع واكل نازل واكل، انسي معانا يما وعينك للي عليه بقى الله يعينك، ده انت معانا بكل امانه هتطلعي وهيطلع عينك. اسمي محمد المحمدي، 32 سنه، متجوز بقالي 7 سنين. والله انا متابع برامج المقالب بقالي كتير وكان نفسي اعمل فيها مقلب. هي بصراحة هادية بس معرفش رد فعلها هيكون أكيد مفاجئ، يعني هي مش هتضربني أنا بس ممكن تضرب حد من الكرو عندكم. هحاول أسلككم من بعض، ده اللي أقدر أوعدك بيه. إن شاء الله ربنا يقدرني وأعرف أصالحها. سامة أنا بحبك وعايز أقولك إن المقلب ده هديتي ليكي. فكرت كتير إزاي نجيب الضحية عندنا، لقيت إن أكتر حاجة ممكن تحرك الست هو الشوبينج أو الأوبن داي، واتفقنا مع صاحبتها انها تكلمها وتجيبها المكان اللي احنا فيه على اساس ان هي هتشتري لبس او اي حاجة ما شبه ذلك. المهم اول ما هتوصل يبدأ مقلبنا. مساء النور. ايوه انا جاي لحضرتك من طرف استاذة امل. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا، اتشرفتينا. الحمد لله تمام. هي ما كانتش ولا ايه؟ لا ما لسه ما جاتش. انا ثواني اكلمك. انت اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انت اول مره تشرفينا؟ انا وصلت بقول لك بصعوبه جدا. الو ايه يا ام، بصي انا لسه جايه لي كوليكشن جديد من تركيا يعني. تمام، وجايبه حاجات كمان من فرنسا. بصي هو ده وتيجي مقاسك، يعني انا شايفه ده مناسب ليكي، ايه رايك؟ لا ده كبير قوي. لا لا هو ده مقاسك، ده مش عارف ده بجد والله. طب استني اشوف لك حاجه تانية. لا بس انت مليانه شويه. لا بس مليان، لا يعني بصي هو في يعني تخينه عشان انا بس وقت اكتر. ممكن ده بس ملهاش علاقه على فكره خالص يعني. بصي اصل انت مقاسك ده مش موجود عندي، يعني انت عايزه هو ده اللي ينفعك صدقيني يا بنتي. لا والله بصي يعني ده ما يقدرش استحاله يخش. لا فاهماني صغير يعني. سما دلوقتي هتخش على ايمان اللي المفروض ان هي رايحه عن طريق واحده صاحبتها، احنا طبعا مظبطين معاها. هتخش وتقف تحاول تشتري اي حاجه، ايمان ممكن تنكشها شويه، وبعد كده هتخش عليها اللي عامله دور الام، هتقنعها ان هي تحضر السبوع، واول ما تيجي احنا هنقوم بدورنا. اتفرجي كده قبل ما افتح الباب. اوكي ايمان اهلا. عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشاني. انت كمان وحشاني قوي. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كويسه؟ انت عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ ايه الحمد لله تمام. تسلمي. الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويسه لقيتك. الحمد لله. انت عامله اصبع بنتي بجد. الف الف مبروك. الف الف مبروك. ورجعتي مره ما لقيتكيش. ما انا كنت مسافره. يا حبيبتي بجيب بضاعه بقى عشان الاتيليه وكده. دي صاحبه صاحبتي. طب ما تجيبيها معاكي. هنجيبها معايا الصبح ازاي؟ لا مش هينفع. مش هينفع يا طنط. مش هينفع. اسمها ايه؟ اسمك ايه؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. طب ممكن استسمحك بس تنزلي مع ايمان عندي بس الدور التحتيه؟ دي جارتي اللي تحتيه على اسبوع وكده، واهلي جوزها مش جايين وعماله تعيط واخده على خاطرها. طب بصي يا طنط عشان ما تحرجيهاش. بس يا طنط مش هينفع. لا استني بس انا علشان بس سايبه اولادي في البيت والله. طيب بس مش مشكله. وبعدين خمس دقايق بس يا طنط هقول لك حاجه بس خليها مره تانية. معلش ما كنتش عندي زباين. وانا بص هقول لك خمس دقايق بس. خلاص يا طنط حاضر. خلاص حاضر ان شاء الله. خلاص مش هستناك. طيب عشان ماشي يا طنط. حاضر حبيبتي. حاضر يا طنط. من عينيا استناك. حاضر من عينيا. انت عارفه ان هي زي اختي. ايوه طبعا. ماشي. بصي ايه رايك ننزل كده نقعد 10 دقايق يعني؟ انا والله ما بحبش ازعل حد بس ما اقدرش يعني. انا اولا صاحبتي جايه زي ما انت سمعتي. انا عارف. انا مش عارفه اقول لك ايه. انتوا ليه ضغطيني يعني؟ معلش انا
هنعمل ايه طيب؟ انا بس حرام وبعدين هي بنت يتيمه مش مديني فرصه اعترض خالص والله انا نفسي بس جوزي طيب يعني بنت يتيمه بنت يتيمه يا ستي بالله عليكي معلش معلش طيب مفيش معلش مشكله معلش اوكي معلش طيب هكلم صاحبتي بقى طيب ماشي نكلمها طيب نزلين. اوكي يلا خلاص انا مستنيك اول ما توصل كلمني هنزلك على طول تحت يلا باي باي يا جماعه منورين الدنيا كلها والله العظيم يا ايمي منوره الدنيا يا ايمي كله حلو الحمد لله بتاعتها اهلا وسهلا ازي حضرتك عامله ايه منوره الدنيا يا فندم والله طب تشرب ايه لا لا لازم طبعا واجب الضيافه والله منوره الدنيا كلها والله العظيم ربنا يخليكي شكرا لذوقك لا ما تقوليش كده يا ستي ربنا يخليكي ميرسي جدا لذوقك ربنا يخليكي طب احنا ايه بقى نتبسط بقى ايه ده هي سما ايه ده حضرتك سما طب استني ادخل مش واجي ده بص بنت ده جوزي انا انت بتعمل ايه حاولت كتير اقول لك ما بنتك ازاي يا ستي وبنتك بين مراته وهي جنبك اهي وجايبه ميشو ده جوزي انا ده جوزي انا ده ابو ميشو ده ابو اياد وفريده ده مالوش ولاد تانيين انت ليك ولاد تانيين حاولت كتير اقول لك ما اديتنيش الفرصه ايه ده هو في ايه انا بس والله العظيم عايز اقول لك ان محمد لما جه والله قال ان هو عادي جدا ان انت حضرتك هتعيشي معانا اعيش انت مجنون انت مجنون ده جوزي ده أيوة. جوزي انا واحنا معانا وعندنا ولد بيحبني يتجوز عليا انت ايوه ما هو قال لي ان هو عنده فريده انت عارفه انه متجوز عارفه عارفه صدقت شايله الادب وعارفه ان عنده ولد وبنت ايوه هو حكي لي على كل حاجه في ايه ودي دي ده هو على فكره لما جه قال لنا على كل الكلام ده والله قال لكم انتوا ناس مغزاه ايه ده ليه كده انتوا ازاي انتوا ازاي عارفين مالي هو خدي ايدك عليا وانا خلاص يا بنتي هي زي اختك الكبيره برضه هي مين دي اللي اختي دي؟ دي اختي انا؟ مراتي دي مراتك؟ ليه؟ ليه ليه ليه؟ قولي ليه؟ هو احنا طب انا اوحش انا اوحش واحده في الدنيا انا اوحش ست ثانيه انا امه امه ثانيه انت تخرسي انا اوحش ست في الدنيا انا اوحش ست انت ام العيال دي ليا انا انت ام العيال انا خدامه انا الرادة انا النادي بتاعت الولاد لكن انت دي انا انت البيت ايه ده عشان انا فكره والله العظيم هو قال لنا لما جه ان هو هيجيبك تعيشي معانا لا لا كتر خير والله كتر خير والله كتر خير فعلا انا هيجي عرض ولادك وابنك اسمه ايه ميشو انت شتمتينا وده كان شرطنا عليه لما جه وعرفنا ان هو متزوج من حضرتك قلنا له اهم حاجه ان احنا نعيش مع بعض والله لا انتوا فعلا عيله محترمه ربنا يخليكي ده نزوق هتخرج بيها في الشارع كده ايه مش عاجبك على فكره هي يا ستي انت مش شايفه نفسك خش اغسلي وشك ما تخش انا بنتي تعبانه خش اغسلي وشك عيب احنا بنتي تعبانه انت احمد ربنا ان انا مش راضيه بنتي انت عليها انت لسه فيها السلك ما ينفعش يعني يا محمد انت كنت قايل لنا ان احتجالينا انا لسه متضرره يا ستي احترمي نفسك انا حاولت كتير اعرفك على فكره هو اللي قاله عنك غير اللي انا شايفه خالص شايف انت مجنون ده متجوز عليا وانا عندي ولد وبنت انت ما شفتش انت مهما خلفت مهما خلفت مش هيخلف يا ابني انت تخلص خالص انت ما شفتش ولادي ما تخلص
وعلى عيني وعلى راسي لو جم والله العظيم ده انا هشيلهم في عيني. انا عليك انا عليك انا بقالي فتره عماله اقول لك انت مخبي عليا حاجه مخبي عليا حاجه. انا حاولت كتير اقول لك ما اديتنيش الفرصه لده. امي لو سمحتي ليه ما بعتش اتكلم معايا انا كلامي ما هو طب ما هو لما كلامي بصي اهدي بس كده احنا كلنا هنخدمك تخدميني ايه وانا مريضه انت مجنونه حول الله انا مش عايزه بنت ايدي حول الله يا رب هنحطك على دماغنا من فوق ونخدمك يا ستي انا مش مريضه انت مجنونه ولا ايه احسن من كده انت جايه طيب بصوا بصوا ثانيه 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 انتوا كلكم مالكوش كلام معايا انتوا كلكم ولا حاجه كلامي معاك انت على فكره ايه انت عايزه ايه انت عايزه ايه احنا في بيتنا انت عارفه ان انت عارفه انه متجوز حد يربيها الا انت وحد يربيها ربنا لا انت انا ما عملتش غلط انا ما عملتش حاجه غلط هي مراتي انا مش مصاحبها ما عملتش ايه ما عملتش حاجه غلط فوقي فوقي حد فوق لحظه لحظه فوقي طيب فوقي طب امسكيها انا عايز فوقي كل انا مش مصاحبها ما عملتش ايه ما عملتش حاجه غلط فوقي فوقي حد فوق لحظه لحظه فوقي طيب فوقي طب امسكيها انا عايز فوقي كل حبي بس اوعى كده اوقف كده بعديها امسكها مش ميه حد معاك انت فوقها حد معاك ممكن بس طب اصحي اصحي سما 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 خير عني انت كويسه انت كويسه انت عني انت كويسه انا كويسه انا كويسه ابعد عني محمد لو سمحت ممكن ترتاحي انا انا عايز اعمل لك اللي انت عايزاه ابعد عني طب هو هيبعد محمد لو سمحت بعد اذنك اللي انت عايزاه هنعمله عايزه ميشو يجي يعيش معاك ونعمل كده بس الواد ما يتشرطش اللي انت عايزاه انا اي حاجه هتقولي عليها طيب انا مش معايا طب ممكن حد يجيب فينيكس من مش عارفه اعتبريها شيل ايدك من عليا شيل انا ماليش اخوات انا ماليش اخوات شيل ايدك من عليا طب اتفضل والله اللي انت عايزاه هنعمله بصي يا استاذه سما هو احنا لما اتفقنا والله العظيم احنا كان قصدنا خير يعني نجمع العيلتين حابه حضرتك تيجي تعيشي معانا نجمع العيلتين ناقصك ايه ناقصك ايه انا ما سبتش عيالي زمان ومش هسيب ابني دلوقتي انا ما بسيبش اولادي جبت ابنك ده ليه لا طب ممكن ترتاحي عشان انت لو قمتي لا قدر الله حصلت حاجه يبقى ما تكلمش معايا ما هو ما تزعقيلوش برضه ما هو راجل يعني تزعقيله غلط يعني عادي هو يتجوز عليا ايوه ده ربنا حلله انه يتجوز ربنا حلله انه يتجوز ليه انا لا مريضه ولا ما بخلفش ده عنده ولد وبنت ما حدش يحلم بيهم انت مهما خلفت مش هتعرف تجيب على فكره هو قال ان انت عندك السكر انا عندي سكر ما ترد ايه ده انت مش مريضه انا قلت لما انت اغمى عليكي دي غيبوبه سكر لا ده عشان انا بحس وعندي دم عشان بس بحس وعندي دم على فكره انا مش زعلانه عشانك انا مش زعلانه عشانك زعلانه على اولادي هتقول لهم ايه هتقول بلاش ايه اقول لهم عملت ايه غلط وعملت ليه هو صح ما اختلفناش ليه اسبابي ايوه بقى اللي هي ايه طب انت مش قلت لنا ان هي عيانه والله العظيم حرام انت وصلتنا الاسبوع والله هي خفت هي خفت اسبوع انت ما عندكش دم انت ما بتحسش يعني انت يا اخي ما حرام عليك شكرا طب هو اسبوع فريده يعني اسبوع فريده ما تتكلمش عن فريده حد... اللي زيك اللي زيك الاخت انت لسه بتقولي متجوزه اربع مرات ايه ما فيش ولا راجل عمر معاها ايه يا جماعه في ايه يا جماعه يعني هو عيب على فكره الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده انا اللي عيب طب هي كانت بتقولي هي مراتي برضه بقول لك ايه هي مراتي بقول لك ايه ابعد عني بقى لا انا ما بطلقش يا سما لا هتطلقني انا ما بطلقش ومش بتاع طلاق وانت عارفه عليا الطلاق ما انا مطلقش ايه ده محمد تعمل كده انا ما بطلقش ما بتطلقش بتتجوز بس هو ده بقى اللي خلانا اشتريناه احنا بنشتري راجل ده كداب ده كداب ده كداب هو ما كذبش ليه 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 ما كذبش ليه ما كذبش عشان هو لما دخل علينا قال لنا ان هو انت عليا وما تاسف على ايه انت مجنونه اسف على ايه انت هجتي بيتنا لا لا نهز بيوت لا لا ربنا ما يجعلنا نخرب بيوت والله انتوا خربتوه خلاص انت هتقول ايه لاولادك احنا هنعيش مع بعض ايه انت مجنونه قوي انا ما اعيش مع اشكالك ده تبقى قرف شكلك طب هو دلوقتي لما تهدي هتحبيها ده مجنون انت مجنون انتوا مجانين والله العظيم انتوا مجانين لما تتكلموا مع بعض يا مال هم مجانين ولا انا اللي مجنونه هو في ايه حبيبتي ولادك ولادك يا ستي شيلي ايدك من عليا يا ستي يا
استاذتي. طيب بصي يا تشيل، انا عايزاكي بس تاني، بس انا عايز افهمك حاجه صغيره. ملك اختي كانت متفقه معاه ان بعد ما ربنا يتوفاك بالشر يعني ان هو هيجيبي ولادك يعيشوا معانا. هو انت راجل محترم سلام. هو مال على الكلام ده؟ انا اصلا بيقول لي يتوفاك ربنا. ايوه انت راجل محترم سلام. انا بقى انت راجل محترم، انا بسالك سؤال. لا انت راجل مهزأ. عارف ليه راجل مهزأ؟ عشان دي اتجوزت اربع مرات لازم تتطلق. ده منظر، ده زواج، دي اخلاق، الجواز حرام. دي يا ستي قلت لك ما تمديش ايدك عليا بقى، مش عايزه امد ايدي عليك يا ستي. من غير ما ادي ايد انا بكلمك بالقلب. طب يبقى هنا فتش ما تلمسنيش. انا بطبطب عليكي على فكره. يا ستي ما تطبطبيش عليا، انا مش بغير. انا ما كلمتكيش على فكره، انا بطبطب. طب ما تمديش ايدك يا ستي، انت مجنونه. ما تمديش ايدك عليا، سيبيها بقى. طب هو انا هقول لحضرتك على حاجه. هو دلوقتي يعني دلوقتي المفروض ان الناس واخدين فلوس. ايه وفلوس؟ انت بلا ولادك فلوس وفلوس وفلوس. لازم يشتغلوا. ما تديش ايدك على امي. لازم يشتغلوا باذنك. احنا بنتكلم. طب هقول لك خليها لامهم. لامهم بعيد عنك. طب ما هم خليني بقى راجل وراجل ولامهم بعيد عنك. راجل 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 ما دام انت راجل. طب ما هو كان لازم يطلع. طب ما هو كان لازم يطلع. انت هو يستاهل يبقى جوز بنتي. هو يستاهل. طب خدي جوز بنتك يا حلوه. يا بنت جوز بنتي. جوز بنتك يا حلوه. ماما لو سمحتي والله انا عايز اريحها. تعالي. طيب عشان الجيران. ايه دي عشان الجيران؟ انت ما عندكش دم ولا بتحس. طب تعالي. هو بصي هو راعى ربنا فيكي. هو راعى ربنا. عملت ايه؟ عملت ايه؟ طب محمد ممكن تقعد طبعا عشان نهدي الدنيا. ممكن تهدي عشان بصي مش عارف ايه. شايفين اللي بيحصل؟ يرضيكي كده؟ ايه هو اللي بيحصل؟ عمرك كلها سامع الصوت. مجنون يا ابني انت مجنون. طب تخيل نفسك. معلش انا اسفه. واحده ستي كده محترمه وجميله انا سايباك وسايبه بيتك وشايله بيتك وشايلاك. انا متاكد من ده. متاكد بتتجوز ليه؟ عشان انت اناني. عشان انت ايه؟ عشان انت اناني. عشان انا طول عمري بقول عليك اناني وانت ما بتصدقش وانت اناني. طب انت راضيه؟ اوعى. انت معاكي البيت يا محمد. اعمل ايه بالبيت؟ وانت يرضيكي انت. انت يرضيكي في الاخر ان هو بعد اللي بيحصل ده الناس تشوفك بالشكل ده؟ انا بقى ناس مين؟ ناس مين يا ابو ناس؟ انا كل الناس بالنسبه لي كانوا هو واولادي. طب والكاميرات اللي بتصورنا دي طيب؟ لسه ما مجنون ده ولا ايه؟ الكاميرات اللي هنا بتصورنا ينفع الناس تشوفك في رمضان بالشكل ده؟ انت عرفتيني ازاي؟ انت بقى انت يعني بعد الشنب. بس هو اللي هو انتوا عارفيني بالشنب. بس انا شلت الشنب. عرفتيني برضو يعني لما انت بتقول خلاص انا بقى بس جمعت. بقى فاهم انت عمال تقول لي الكاميرات ورمضان. فالزفه صح بالظبط كده. حد عرفني الحمد لله. يعني هو ينفع يبقى جوز بنتي ولا لا؟ لا ما ينفعش يكون جوز حد غيري انا، لان هو متجوزني ومتجوز اياد ومتجوز فريده. مفيش احلى من كده في الدنيا يعني. انا ضربتك صح؟ انت ضربتيني. انت كسرتي الديكور وضربتيني وضربتي محمد. والله يستاهل الضرب. انت يستاهل في ايه؟ طب انت يا عيني انا ضربتك. طيب انا عايز اطلب منك حاجه. ممكن نزيع الحلقه دي؟ لا طبعا. ممكن تزعق على قلبك زي العسل. اخدت حقك وزياده يعني. وسامت طيب. لا احنا اللي اسفين ان احنا سببنا لك شويه الدقيقه دي. ان شاء الله نقابلكم بكره في حلقه جديده. سلام عليكم. الرجالة لما يخونوا بيجيبوا درة تجيب النونو. نونو بيبكي في عينه دموعه وانت بتغلي عشان في اسبوعه. نونو بيبكي في عينه دموعه وانت بتغلي عشان في اسبوعه. حلقاتك واشتغالاتك هنشوف منك كل حالاتك. حلقاتك برجالاتك بدفاعاتك واندفاعاتك.
حلقات شوطي وحلقات موتي وحلقاتك فيني في انفعالاتك، حلقات شدي وحلقات هد وحلقات هدي من حساباتك. يا مأمنة للراجل خبر عاجل اللي بيبان غلبان، ده بيبقى طالع واكل نازل واكل، واللي مأمنة للراجل وتتساهل وتسيبه يروح من ايدها، لغيرها ما يبقى بجد تستاهل. اتجوزها وانت في غفلة وخلك بقى دمك يتصفى